جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: أختي تصلي وزوجها غير مواظب على الصلاة، ويقول إن العمل عليه كثير، ومعها الآن أطفال صغار، وكان عند عقد النكاح وكيلها أخي وكان لا يصلي، فهل يعتبر عقد الزواج باطل لأن وكيلها كان لا يصلي وأيضا زوجها اتضح أنه لا يصلي؟ وأبي وأمي قد توفيا ولا يوجد لها غير إخوتها المتزوجين، فهل تترك البيت أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضية مهمة. ترك الصلاة، أن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولكن قضية عقد النكاح وهو عقد قائم، هذا لابد من الرجوع فيه إلى المحكمة للنظر فيه. نعم.